أولا هي هيئة الشارقة للكتاب التي تقوم بمهرجان الشارقة القرائي. فالقراءة والكتاب هي أحد أهم أسس الأسس التي أسست عليها هذه الهيئة وهذا المهرجان. رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي والرعاية الكريمة من سمو الشيخ جواهر بنت محمد القاسمي قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة تركز على دعم القراءة وتفعيل هذه القراءة. وأيضا ستكون هناك مبادرات ستطلق من خلال مهرجان الشارقة القرائي للتفاعل مع عام الخير الذي وجه بها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة. ستكون هناك في فعاليات معينة تقوم لدعم الأعمال الخيرية وتحفيز الأطفال أيضا لعمل الخيري من خلال ما يقدم في مهرجان الشارقة القرائي. تنظم هيئة الشارقة للكتاب في هذا السنة الدورة 9 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل والذي تنطلق فعالياته من 19 وحتى 29 من شهر أبريل في مركز إكسبو الشارقة. في هذا السنة احنا اخترنا شعار اكتشف عن قرب ليكون شعار المهرجان علشان نحن ننمي الجانب الإبداعي في ذهن الطفل. في هذا السنة نحن ركزنا من خلال الحملة الترويجية ان نركز على الفعاليات الموجودة اللي في المهرجان واللي هي تعتبر مختلفة نوعا ما عن المهرجان عن الفعاليات اللي اعتاد عليها اللي اعتاد ان الطفل يشارك فيها كل سنه في المهرجان، اضافه للمعرض المصاحب لمهرجان شارقة القرائي للطفل وهو معرض رحله عبر الدماغ.